ولكن ما عندناش حكومات فاتيكان، ما عندناش برلمان كيشرح. رئيس البرلمان قال لي انا جاتني انا رئيس وزير الداخليه دوا معايا، حتى وزير الداخليه كيتحكم في رئيس البرلمان باش تمنع برلمانيه منتخبه من قبل الشعب باش تدخل. يعني هذا الشيء ما مقبولش، وانه صمود دستور اللي كيقولوا لنا ذاك الجمل اللي كيكتبوها انه ما كاينش صمود دستور، كاين القرصنه ديال الدستور وكاين تجاوز القوانين كلها باسم حالة الطوارئ التي تجاوزت كل حدود. اولا بالنسبه للمنع ديالي من الولوج للبرلمان، انا كنشوف فيه بان هناك تعسف وهناك ايضا يعني تجاوز ديال المقتضيات ديال الدستور اللي المفروض يكون هو اسمى قانون ديال البلاد، واللي هو يعني تيحدد ماشي غير الظروف ديال الاشتغال ديال المعارضه، ولكن السير ديال المؤسسه التشريعيه اللي هي مؤسسه اللي هي يعني مهمه وخصها تكون عندها استقلاليه ديالها، واللي نظرا بالنظر للتراتبيه ديال القوانين هناك يعني القانون التنظيمي ديال مجلس النواب اللي هو امتداد ديال الدستور، ولكن اليوم مع هذه الحاله ديال الطوارئ كنظن هناك استغلال لحاله الطوارئ في يعني اتخاذ بعض القرارات اللي هي مجحفة واللي هي يعني فيها قرصنة حتى ديال الدستور ديال البلاد وديال القوانين ديال البلاد. ولهذا يعني رغم المراسلات ديالي المتعددة ورغم أنني مشيت عدة مرات وأنا صاحبة معايا يعني هذاك الباس بي سي آر نيجاتيف، بقى استمرار المنع، وهذا الشيء غير مقبول لأنه اجتمعنا كبرلمان ويعني بالغرفتين بجوج في قاعة واحدة للاستماع إلى البرنامج الحكومي، وهذا الشيء ما أداش إلى بؤرة وبائية. أنا مع التباعد ومع كل الشروط ديال الاحتراز، ولكن ملي كنمشي بالبي سي آر نيجاتيف يعني أنني غير مصابة، يعني من غير هذا ما فيهش غير عدم احترام القانون، ولكن فيه كذلك عدم احترام المنطق. ولهذا فالمعركة ديالنا مستمرة باش نسترجعوا الحق ديالنا في التعبير على الصوت ديال المواطنات والمواطنين اللي داروا فينا الثقة. هذه المسألة فيها مد وجزر، يعني راه كاين واحد الوقت اللي كيخرجوا المواطنات والمواطنين بكثافة، والدولة حتى هي كتخدم يعني ذاك الماكينة القمعية ديالها، وكيتراجع هذا المد هذا التظاهري في الساحة، ولكن من بعد كيعاود يرجع، لأنه ما غاديش يمكن الناس تسكت على الضرب ديال الحقوق ديالها وديال الحرية ديالها وديال المكتسبات ديالها وعلى المستوى المعيشي ديالها، لأن هذا الشيء كيهدد يعني التماسك الاجتماعي وكيجعل الناس بأنه ولا بدا غادي يخرجوا وغادي يتنظموا باش يدافعوا على الحقوق ديالهم. وهنايا راه كاين واحد العدد ديال القوى اللي هي ديال المجتمع المدني وديال الأحزاب وديال النقابات وديال الجبهات اللي هي كتحتج يوميا، راه كتحتج يوميا رغم هذا القمع، وستستمر حتى أنها تحبس هذا المد التراجعي على مستوى الحقوق والحريات ديال المواطنات والمواطنين. ما تنساش تشترك في القناة وتفعل الجرس باش يوصلك جديد الفيديوهات من هسبريس.